إذن معنا في هذه الأثناء رائد الخضر وهو كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك رائد. يعني دعنا أهلا طيب الله يسعد أوقاتك. وسهلا. دعنا نبدأ من النفط. يعني وأوبك كانت قد جددت التزامها بالإبقاء على مستوياتها النفطية عند 2 مليون برميل يوميا، الاتفاق الذي عقد كما تعلم في أواخر العام الماضي، ومنها نتابع الحركة العرضية الأفقية لغام خام غام خام غرب تكساس، يعني ما بين 70-82 دولار، وكذلك تراجع في الغاز رائد للشهر الثالث على التوالي. برأيك ما هي المستويات التي يجب أن نراقبها في هذه الأثناء، قياسا أيضا على السياسة التشددية للبنوك المركزية والدولار، و أنت سيد العارفين علاقته مع النفط أيضا؟ حقيقة طيب، يعني ما ذكرته يعني هو بمثابة إشارة الأسواق إجمالا في اتجاه هابط خلال تعاملات هذا العام، وحتى على وجه التحديد منذ نهاية تعاملات العام الماضي. بوضوح يوجد مشكلة تراجع في الطلب، يوجد هناك معروض نفطي، يوجد هناك تخمة في مخزونات إجمالا، يوجد انحسار لأزمة الطاقة العالمية اللي كانت تصيب أوروبا بشكل كبير جدا. العوامل كلها تصب في صالح مزيد من التراجع على أسعار الطاقة من جهة، من جهة أخرى يوجد مخاوف من ركود اقتصادي خلال تعاملات هذا العام، يعني أججت بشكل إضافي أن يكون في عندنا طلب أقل على أسعار الطاقة. حتى وإن كانت هذه المخاوف أعتقد هي مبالغ بها، والبيانات الاقتصادية حول العالم أثبتت أن الوضع أفضل مما هو يعني يتم توقعه، ولكن أسواق الطاقة كانت مسعرة بشكل مرتفع ومبالغ به بعض الشيء بالارتفاع، بالتالي هي عملية تصحيح فعلية لمستويات العرض والطلب الحالية. لأنه إذا بننظر إلى أوبك بلس فهي مكتفية بعمليات التخفيض الأخيرة ولا يوجد نوايا للمزيد من التقليصات، بالتالي يعني حتى يكون هناك نوع من التوازن في عملية أوبك بلس، أنه ما يكون في عندنا إرهاق للدول التي تحتاج للإنتاج أكثر لزيادة مدخولاتها، وبالتالي الأمر يعود إلى الطلب مرة أخرى الذي يعني لم يتحسن إلى المستويات المطلوبة حتى الآن أو إلى الأماني أوبك بلس حتى الآن، ولكن ذلك يعطيني إشارة ضمنية أنه في عندي ضغط. وكما تفضلت يوجد لدينا الدولار الأمريكي الذي حتى الآن يفرض سطوة نوعا ما على معظم النظراء وعلى السلع على وجه التحديد، فيضغط يعني كما شاهدنا مؤخرا على أداء السلع وعلى رأسها أسواق الطاقة، وممكن نشوف عودة إلى تراجعات الدولار الأمريكي، ولكن ذلك ممكن مع منتصف تعاملات العام الحالي. نعم رائد، يعني لو انتقلنا للمنطقة الأوروبية هذه المرة، أكيد يعني نحن على ترقب لبيانات المؤشر الخدمي والصناعي وكيف سيكون انعكاسه أيضا على إعطاء صورة حول وضع الاقتصاد الأوروبي، وسط تأكيدات أيضا من كريستين لاغارد بأن سياسة البنك المركزي الأوروبي ستستمر بالتشديد، وتوقعت بأنه استمرار رفع الفايدة بحوالي 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. كيف من المتوقع أن تكون هذه البيانات المرتقبة؟ من المتوقع أنه نحن عم نستنى بيانات أوروبية من ألمانيا، عم نستنى زيو، عم نستنى مؤشرات البي ام آيز الأوروبية. إجمالا الصفة الأبرز أنه عم بيكون عندنا تحسن وأداء إيجابي في منطقة اليورو، والوضع ليس بالسوء الذي يعني كان متوقعا لمنطقة اليورو. القطاع الخدمي أدى أداء أفضل من القطاع الصناعي في منطقة اليورو بما يتعلق بمؤشرات البي ام اي على وجه التحديد، تفوق فوق مستويات 50، أي يوجد هناك توسع، لكن القطاع الصناعي لا يزال تحت الضغط. مشكلة الطلب في أوروبا، الطلب الضعيف في أوروبا هو الأبرز والأكثر وضوح، يوجد طلب أقل، بالتالي عم بيكون في عندي قراءات الاقتصاد الجزئي في أوروبا إجمالا ضعيفة، وهذا الطلب أقل لأنه في عندي تضخم مرتفع لا يزال عندنا يناور مستويات التضخم إجمالا في المنطقة الأوروبية توصف بأنها مرتفعة، ويحتاج المركز الأوروبي لمزيد من التشديد في السياسة النقدية ولمزيد من الإجراءات التشددية حتى يكون هناك ضغط
وإن كان على حساب النمو في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن دفع أسعار المستهلكين لمزيد من التراجعات في الفترة الحالية. باختصار شديد، أعتقد أنه المنظر في الساحة الأوروبية مستفيد بشكل كبير جدا من تراجعات أسعار الطاقة وأسعار النفط على وجه التحديد والغاز، وبالتالي ذلك حسن من معطيات الاقتصاد الجزئي في المنطقة الأوروبية. وبالتالي أتوقع أنه مجموعة البيانات التي ستصدر خلال تعاملات هذا الأسبوع من أوروبا ستكون إيجابية وتصب لصالح أداء أعلى لليورو. رائد، خلينا نروح على كندا هذه المرة. بكرة مؤشر أسعار المستهلكين غدا يصدر، وهو مؤشر مهم كما تعلم. التوقعات تشير إلى 6.1، يعني حتى متراجعة من آخر قراءة في ديسمبر 6.3 تقريبا، وأنت تعلم أن المؤشر لامس 8 في يونيو الماضي. هذه القراءات كيف سيتحرك على وقعها الدولار الكندي؟ كيف ستؤثر على قرار المركزي أيضا فيما يتعلق بالفائدة؟ يعني يوجد هناك تحسن في مستويات التضخم في كندا، ولكن يعني نعود مجددا، هناك ارتباط وثيق ما بين الاقتصاد الكندي وأسعار النفط. إذا نظرنا إلى مستويات التضخم، نحن في عنا تراجع ملحوظ من مستويات 8 إلى مستويات 6.1. أعتقد ذلك يعطي أريحية نوعا ما، ولكن ليس لفترة كبيرة، لأنه التراجع هو بمحوره كان بنتيجة تراجع في أسعار الطاقة على وجه التحديد، وبالتالي القراءات الشمولية لمؤشرات أسعار المستهلكين التي تتضمن فيها الطاقة والغذاء لا تزال مرتفعة نسبيا، وهذا يؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد الكندي. أعتقد ما أريد السيطرة عليه حاليا أو تسليط الضوء عليه حاليا هو الدولار الكندي. الدولار الكندي اللي هو فنيا لا يزال باتجاه دولار أمريكي، دولار كندي كزوج باتجاه صاعد. كان في عندي إشارة واضحة بإمكانية أو تشكيل، خلينا نقول، ضيق وقناة ضيقة تداولت فيها الأسعار مؤخرا، تعطيني إشارة إلى أنه الاتجاه سوف يستمر بالاتجاه صاعد في الفترة القادمة، وأعتقد المستويات القادمة هي تفوق 1.36 وصولا إلى مستويات 1.37 بالنسبة لهذا الزوج. أي دولار كندي مرشح لمزيد من التراجعات في الفترة القادمة، لأنه لا يمكن تجديد السياسة النقدية بشكل أكبر في الاقتصاد. نعم، أنا أشكرك رائد حامد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب، مجموعة إكويتي. شكرا جزيلا لك.